ينضم إلي الخبير القانوني علي التميمي من بغداد. سيد الكريم، بداية مرحبا بك. أستاذ علي، ماذا يفهم من تجديد رئيس مجلس القضاء الأعلى دعوة القوى السياسية المتنافسة لاحترام قرار القضاة؟ يعني قال وإن خالفت آراءهم، هذه جملة بالذات هل تفهم على أنها إشارة إلى قرار المحكمة القادم بخصوص الجلسة الأولى لمجلس النواب؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، أحييك أخي أستاذ علي والسادة المشاهدين. طبعا نبارك لمجلس القضاء، للقضاة العراقيين هذا اليوم الأغار اللي طبعا يمتاز بالأهمية الكبرى لما للقضاة من دور كبير في إحقاق الحق، في المحافظة على الحقوق والواجبات والائتمان على ذلك. بالتأكيد يعني الأستاذ الدكتور فائق زيدان عندما أشار إلى هذه النقطة برأيي هو يعني بالتأكيد كل خصومة، كل دعوة هي لابد أن يكون قرار لها جهة والجهة الأخرى قرار ضدها. فبالتأكيد يعني تعرف جنابك هذا التخاصم أمام المحكمة الاتحادية هو يختلف عن الخصومات العادية اللي تكون أمام محكمة البداية الشرعية، الجناح، الجنايات تختلف كثيرا. لهذا الجنب السياسي عندما تكون في المرافعات وخصوصا المحكمة الاتحادية قد يكون لها تأثير أو واقع أو يعني ارتدادات أخرى. هو الرجل هنا يشير إلى ضرورة احترام هذا القرار مهما كان، وبالتأكيد يعني المحكمة الاتحادية أستاذ علي تتعامل بالأدلة، هنالك مدعي ومدعى عليه وهناك أدلة تقدم ليس فقط في هذه الدعوة المتعلقة بالجلسة الأولى ومن يعني القرار سيصدر لمصلحة من، أبدا في كل الدعاوى القضاء ليس له مصلحة وهو يقف على الحياد، المحكمة تتعامل مع لكن الأدلة. أستاذ علي، إذا كان هناك أدلة قرار. أستاذ علي، دائما ما يتم اللجوء إلى القضاء لحل الخلافات الكبيرة أو المسائل الخلافية، لكن عند صدور الأحكام يتهم القضاء بأنه ربما يعني يجامل أو يراعي وضع سياسي أكيد. معين. أكيد أستاذ علي، أكيد هو بما أنه هناك خصومة أشبه لك ذلك بمباريات كرة القدم، طبعا مع الفارق في التشبيه، دائما الحكم هو الشماعة التي تعلق عليها الخسائر أو الأخطاء. لهذا هو بما أنه أنت لديك طرفين في الدعوة وتقاضي، يعني الطرف الآخر أو الطرف الذي يصدر القرار ضده سيتحجج بهذه الحجج. لكن أنت عندما ترجع، يعني هذا هو شغلنا أستاذ، عندما ترجع إلى الملف وتقرأ الملف تجد يعني المحكمة كانت مع الدليل. هو يعني ما هي المعايير التي تعتمدها المحاكم أستاذ علي؟ تعتمد على الأدلة. مثلا في دعوة نفرض التحقيق، يعني أحيلت إلى محكمة الجنايات دعوة السرقة 443 سرقة ليلية كما تسمى، يعني إذا كان هناك اعتراف وكشف دلالة وشهود حادث وبصمات أصابع وكان هناك يعني قرائن تشير إلى أنه هذا أو مضبوطات مسروقات، يعني محكمة الجنايات ماذا تفعل؟ بالتأكيد ستحكم ضد هذا الشخص. لكن ما الفرق بين المحكمة الاتحادية أستاذ علي والمحاكم العادية؟ إحنا عندنا بالمحاكم العادية ما يسمى بالتدرجية، يعني مثلا محكمة التحقيق عندما تصدر قرار ممكن تمييزه أمام محكمة الجنايات، محكمة الجنايات يميز أمام محكمة التمييز، كذلك البداية، كذلك الأحوال الشخصية. لكن في المحكمة الاتحادية مادة 94 من الدستور قراراتها باتة وملزمة. هذا هو الاختلاف الكبير. لهذا تجد المحكمة الاتحادية تتأنى كثيرا وتدقق وتمحص في إصدار القرار. يعني هذه أستاذ علي، هذا التأني أستاذ التأني والقرار الحازم، كما تعلم الكل ينتظر قرار المحكمة الاتحادية بخصوص جلسة مجلس النواب الأولى، كيف تتوقع أن تكون؟ هو هذا أيضا سؤال مهم جدا أستاذ علي، أنا أشكرك علي. أنا شاهد في وسائل الإعلام الكثير يتكهن بأنه القرار يكون كذا، القرار يكون كذا.
هذا طبعا خطأ، يعني للتوضيح هذا خطأ، خطأ من الناحية القانونية، أنه شخص يتوقع يقول لك المحكمة ستذهب مع هذا الطرف، ستكون مع هذا، ما ممكن. ليش؟ لأنك مادة بقانون العقوبات، المادة 235 من قانون العقوبات تعاقب بالحبس تصل إلى سنتين، سنة أو سنتين، أيضا تصل إلى سنتين، كل من كان يعني يوحي إلى المحكمة إيحاء معين أو تدخل في شؤون القضاء. يعني ما يمكن أن نتكهن. ليش أستاذنا ما ي... لأن أنا ممكن الأقرأ أستاذ علي، هو ليس تكهن أو توقع بحسب ما شاهدنا الجلسة وحسب الأطراف المتخاصمة والأدلة التي تطرح. بس أخدمك أستاذ علي، اي ما يخالف استاذ، بس اخدمك. يعني انا ممكن اذا كان قاضي واحد ممكن اقرا واطلع على الدعوه، لكن انا اتوقع 9 قضاة راح يجتمعون بضمنهم الرئيس، وراح كل واحد يعطي رايه، يا القرار يصدر بالاتفاق يا القرار يصدر بالاكثريه. هذا صعب، صعب تتكهن. ليش استاذ؟ لانه الوقائع الدعوه مثلا المحكمه طلبت في الجلسه الاخيره تقرير طبي، لربما الإجراءات برأيي من بداية اليمين إلى حصول المشكلة كانت صحيحة، لكن من السيد المشهداني تعرض إلى وحكة، إلى سميها ما شاء. أنا برأيي هذه المحكمة ستبحث بها، هذه الجزئية هي التي تكون محور البحث لربما، يعني وهذا توقع وليس إيحاء. يعني المحكمة الاتحادية يعني لربما ترد جزءا وتوافق على جزء، أو ربما ترد وربما تأتي مع المدعي أو تأتي مع المدعى عليه، حسب وقائع الدعوة. نعم، الخبير القانوني علي التميمي. سيد الكريم، شكرا مرة أخرى.